تدع الاعلانات الجزء الاول. انت تدري الدجاجه اللي احنا نشوفها بالاعلان هاي الدجاجه غير صالحه للاكل، وكاتبين عليها تحذير غير صالحه للاكل، يعني فقط للاعلان، ويسوونها بهالطريقه حتى انت شنو تنعجب بالمنظر مالتها وتروح وتشتريها، بس لكن هي بالواقع مو نفس الاعلان. وخلينا نشوف شنو الفرق بين الاعلان وشنو الفرق بين الواقع. وهنا يجيبون نفاخه ويخلونها بالمؤخره مالت الدجاجه وينفخونها حتى يبدا المظهر مالتها وكانه، وبالواقع وبالحقيقه انه الدجاجه مو مثل هاي، لان هاي الدجاجه راح ينفخونها وراح يصبغونها بصبغ مال احذيه اجل الله السامع، ومرات يضيفوا لها صابون وبعض الاصباغ حتى تبين اللون مالتها يلامع ويخلي الشخص اللي يشوف هذا الاعلان يشتهي الدجاجه ويروح يشتريها، ولكن بالحقيقه هي تختلف. وثانيا الكيك اللي تشوفه بالاعلان وبالتلفزيون يختلف عن الكيك اللي انت تشتريه بالواقع. ويلا خلينا نتابع الفيديو. وهنا راح يجيبون كاسه ويخلون بيها غراء في بي ان، وهنا يضيف عليه ماده بيضاء ورباعي بوتات الصوديوم، وهنا راح يحرك لهذا لحد ما ينطينا لون اسود وكلش جميل، واحنا عبالنا كاكاو. وهنا راح يخليها على الكيكه حتى تبدي بمظهر كلش حلو. وهذا الاعلان، وشوفونا